رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا فاطمة، كنت إنسانة بسيطة بين عائلة ملتزمة ومحافظة على الدين والعادات والتقاليد. وضعنا المادي كان سيء، أيام تمر ما معانا ناكل، وأغلب ملابسنا صدقات من أهل الخير ساكنين بقرية صغيرة والخدمات فيها محدودة جدا، لكن الحمد لله على كل حال مستورين. أمي وأبوي ربونا وعلمونا أحسن تعليم، كنا 4 بنات وولدين، أنا كنت ثاني واحدة من البنات. بعد ما وصلت لسن 17 سنة جاتني عمتي من الرياض زيارة عندنا، وقالت لأمي في عريس مقتدر ماديا ويبي يتزوج، وأهله ناس معاهم فلوس وخير، وأنا على طول ما حد جاب ببالي إلا بنات أخوي، إيش رأيك لفاطمة؟ أمي على طول رفضت وقالت مستحيل نزوج الثانية قبل الكبيرة. وأبوي بعد أول ما عرف من عمتي رفض على طول، قال لو يبي يجي حياها الله عند البنت الكبيرة. أختي كانت أكبر مني ب3 سنوات بس كانت أقل مني جمال، أنا كنت الأجمل بين خواتي، مو مدحا بنفسي أبدا بس هذا اللي صار. عمتي قالت فاطمة أجمل وأنا عطيتهم اسمها ومواصفاتها. أبوي عصب من عمتي قال لها مين سمح لك تتصرفين من راسك واطلع من بيتي ولا عاد تجيني. عمتي زعلت من أبوي وراحت للرياض. أمي حاولت تهدي أبوي وتكلمه لكنه كان رافض. أختي زعلت مني هالفترة وشفت منها نظرات وكلام أول مرة أشوفه، وبدأت تتهاوش معي وتقولي بسببك ما بتزوج ووقفتي نصيبي. أنا كنت أطنش أختي وكلامها وبنفس الوقت زعلانة عليها. أسوأ شيء الإنسان ممكن يمر فيه هو المقارنة مع أي أحد. عمتي رمت كلامها قدام أختي لكن ما درت أن أختي تأثرت لهالدرجة. وبعد محاولات مع أبوي جاتني عمتي مرة ثانية وقالت ها فكرته، وحاولت تقنع أبوي وتقول الولد عنده خير وفلوس ولو تزوج فاطمة وضعكم بيتغير، وش فرقت معك فاطمة ولا أختها، أهم شيء واحدة من بناتك. طبعا أبوي كان في حيرة من أمره، بقريتنا إذا الكبيرة ما انخطبت والثانية انخطبت بكده بينسوها وما حد بيجي ويخطبها. كان شايل هم أختي وبنفس الوقت وده يوافق ويتغير وضعنا. أنا كنت مو حابة الموضوع، أبي أرفض بأي طريقة بس دام أبوي وافق مالي كلمة أو رأي. جون الناس من الرياض وبهاليوم رتبنا بيتنا باللي نقدر عليه، كان بيت شعبي بسيط والجلسة أرضية وهم ناس غير عننا، لبس وسيارات وكشخة. كنا مصدومين ليش يبغون يخطبون من الديرة. أم العريس قالت إنها كانت طول طفولتها عايشة بهالمكان اللي إحنا فيه وبيتهم نفسنا، وأهلها باقي منهم ساكنين بالديرة وما تركوا بيتهم وعاداتهم. وهي تزوجت ولد عمها وكانوا نفس المستوى بس راحوا للرياض وزوجها اشتغل على نفسه وكون كل هالثروة. كانت متواضعة وجالسة عندنا بكل رحابة صدر وحبتني وقالت طلعتي أحلى من وصف عمتك يا فاطمة. تمت أموري معاهم وحددنا موعد الزواج وكان بالرياض. أنا وأهلي كنا مصدومين من الترتيب والأناقة، شيء فوق الخيال، كانت فعلا ليلة أسطورية وتكلفوا بالزواج جدا، وأغلب الحاضرين كانت نظراتهم علي أنا وأهلي كلهم مستغربين كيف انخطبت لهالعائلة الراقية. وتعرفون نظرات الناس السطحية، تعرفت على زوجي وحبيته، كان إنسان متحضر وغير عني بكثير أشياء بحكم أنه تربى وعاش بمكان غير الديرة وسافر برا كثير، كان عنده وعي ومتفتح غير عني تماما. عانى معي بالبداية بكثير أشياء، أي مناسبة تصير عندهم أو حتى جمعة بسيطة لازم كلهم يلبسوا لبس غير، وإذا كررت اللبس يقولوا عني بخيلة وما أفهم بالذوق. ما كنت أشوف إن هالأشياء مهمة، وبحكم وضعنا المادي أول كنت أي مصروف زوجي يعطيني إياه أخبيه أو أساعد أهلي. كان في داخلي نقص من الظروف اللي عشتها، رغم إنه زوجي ما يهتم ويصرف مبالغ على عطور أو ساعات وكل يوم مطاعم وطلعات ويحط 1000 ريال كأنها ريال. كنت أتضايق من حياتهم ومن تبذيرهم بس مع الأيام تعودت شوي شوي مثلهم، لكن رغم هذا كله كنت أستخسر إني أصرف مبالغ خيالية على ملابس أو شنط. كل لحظة كانت تمر علي كنت أتذكر طفولتي والضيقة اللي نمر فيها. كنت أزور أهلي تقريبا كل شهر مرة وأقعد عندهم يومين وأحيانا أسبوع. رغم الفلة الكبيرة اللي عشت فيها بس إذا رحت للديرة أنبسط أكثر وأحس إني بمكان يشبهني ويشبه روحي. أخواتي الصغار انخطبوا وبقت أختي الكبيرة بديرتنا لأنها وصلت لنصف 20 بنظرهم خلاص كبرت. أبوي كان حاس إنه ظلمها لأنه وافق تزوج قبلها وبكده أكون ضيعت فرصتها،
وأغلب الناس يقولوا غريبة، الكل خطب الصغار وتركوا الكبيرة. كنت أحزن على أختي، ودي إنها تتزوج وتستقر وترتاح من كلام الناس اللي يتعب. كنت أحس بنظراتها لي فيها بعض من اللوم والعتب، لكن ما بيدي شيء. اقترحت على أهلي يتركون الديرة ويجوا يسكنوا بالرياض بمكان غير متفتح أكثر. رحبوا بالفكرة وجوا للرياض. أخواني كملوا دراستهم بالجامعة واستأجروا شقة قريبة من بيتي، وبدأت أتجمع مع أهلي يوميا ونطلع ونستانس، وتغيرت حياتهم عن قبل. بعد فترة زارتني أم زوجي وخوات زوجي مثل كل مرة، جلسنا واستانسنا وقالت تبيني بموضوع. أنا قلت خير، حسيتها ترددت وقالت نبي نخطب أختك الكبيرة لأخوي. أنا انبسطت كأني ملكت الدنيا، قلت الحمد لله ربي عجل بنصيبها. قلت لها على خير يا خالتي ونتشرف، وبدأت أسأل عن أخوها واسمه ومواصفاته. قالت لي بس هو مطلق وعنده بنت وولد من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا انصدمت وسكت. قلت لها يعني يا خالتي تبونها خدامة؟ قالت لي أبدا ما عاش من يفكر كذا، حنا من أول نبي نزوج بنت حلال وما جاء ببالي غير أختك. والله أخوي طيب وعنده خير وحاط لعياله مربية، أختك بتكون زوجة له وأم لعياله. أنا سكت وحسيت أن أختي مستحيل توافق. قلت لها أكلم أهلي وأرد لك. اتصلت على أمي، قلت لها، وأمي على طول رفضت وعصبت وقالت أنت مجنونة، بنتي مو ناقصها شيء وألف من يتمناها، أقولي لها لا. لكن انصدمت أن أختي وافقت على طول، قالت ألف يتمنوني؟ ما شفت منهم واحد يا يمه، ردي وقولي للناس أني موافقة، عمري بيوصل للثلاثين وأنا باقي مثل ما أنا، وكلام الناس تعبني خلاص. حزنت على أختي وبنفس الوقت شجعتها، قلت لها ما تدرين وين الخير، يمكن هالشخص نصيبك وربي حطه بطريقك، وبنسأل عنه وبنشوف أصله وفصله. أختي بدأت ترجع معي مثل الأول وهالشي فرحني. رديت على خالتي وقلت لها موافقين وانبسطت. لكن بعد ما رديت عليها سمعت كلام كثير من أهل زوجي وخواته إنه ما صدقنا نوافق وأكيد نبي نفتك من أختي لأنه واحد يبيها وشي يزعل. وعلى طول قلت لزوجي وما قدرت إني أسكت، فهمته إنه إذا استمر مثل هالكلام بنرفض. زوجي راح لأهله وقال لهم إننا رفضنا، وخالتي اتصلت علي، هي زعلانة وتعاتب وتقول إن اللي وصلني كله غلط وما في منه. لكن أبد، أنا كنت متضايقة في هاليوم وطول الليل كنت أدعي ربي يعوض أختي شخص أحسن منه. سبحان الله كيف دعائي بهالليلة استجاب. أمي ما شاء الله عليها أول ما جت الرياض كونت صداقات وتعرفت على جارات كثير، وكانت هي وعمتي دائما مع بعض طلعات وزيارات. كلمتني وقالت لي إنه واحدة من الحريم اللي عرفتهم خطبت أختي لأخوها دكتور وعمره 38 سنة، وضعه كيس. أنا انبسطت لدرجة إني بكيت من الفرحة. ربي بيعوضها بناس يحبوها وبتبتعد عن كلام الناس اللي ما يرحم. والحمد لله تمت أمور أختي كلها على خير، وتزوجت وعاشت مع شخص يحبها وطاير فيها. أهل زوجي أول ما عرفوا وحضروا زواج أختي انصدموا وانقهروا بنفس الوقت، لكن كل إنسان ربي يرزقه على قد نيته، والحمد لله على كل حال. أنا كملت سنة ونص متزوجة وللحين ربي ما كتب لي الذرية، وكل يوم أسمع زن من أهل زوجي يحاولوا فيه يتزوج، لكن أبدا ما يسمع لهم ومطنش كل كلامهم، ويقول لي أنا أحبك ومستحيل يا فاطمة أتزوج عليك، رغم أن أخت زوجي لها 5 سنوات متزوجة، وللحين ربي ما رزقها، وإذا قالت زوجي بيتزوج علي خالتي ما تسكت وتقول يفكر بس والله بطلقك منه، لكن يرضون المضرة على بنات الناس، لكن بناتهم لا. رسالتي للأمهات، حبوا الخير لغيركم مثل ما تحبوا لبناتكم، كلنا بنات ناس وكلنا عندنا مشاعر. دعواتكم لي ربي يرزقني الذرية الصالحة ويرزق كل محروم. الله يرزقك الذرية الصالحة ويرزق كل محروم ويوفقك يا رب ويسعدك في حياتك انت واختك. بس والله انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة.